السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة بقى رجعنا لكم بالتحديات بتاعتنا بناء عن طلباتكم على فكرة. فالتحدي بتاعنا النهاردة بناء ايه؟ عن ايه؟ عن لحمة عجالي. هي ايه؟ نص عجالي ونص جملي. فانا هاكل محمد لانه ما مش له في الجملي، وانا هاخد العجالي انا. ايه ايه احنا صدق لخبطنا لفت النظر ولا احنا لفت النظر والله ما كنتش لا 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 هو على فكره ما بيحبش الجمل العجالي خالص. مش عارفه مركز معايا الجمل ليه، سبحان الله وقعت ما بالثاني. بيحبهاش. بس انا مش هعرفه طبعا الحتت نهين اللي هي ايه كده وكده، انتوا فاهمين يعني. هخليه يضرب زي ما هو عايز يضرب. ومعانا طبعا هنا ايه، هي دي لوبيا ولا بسله؟ دي لوبيا ولا فاصوليا؟ دي بسونيا. بنت عم اللوبيا. ومعانا شوربه ومعانا رز ومعانا طبعا العيش، لان انا بحب العيش، بحب اضرب اللحمه بعيش انتوا عارفين. ومعانا ليمون مخلل. وطبعا ايه، هو طبق زي الطبق اهو عشان ما نقولش في خم من اولها اهو. بصوا الاطباق والاكل كله مقاس واحد، وعلى يكون بتخم وايه، وكون حاطط الطبق هنا زي العاده بتاعتك. تمام، فانت سلم الاول كده. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين. لحمهم ورا بعض، دول ورا بعض كده ورا بعض. عيد مبارك ان شاء الله عليكم وعلى الجميع باذن الله. وبصوا الطبق برده ما فيش فايده. لا ما فيش حاجه اسمها ما فيش فايده، دي زي ده اهو. احنا مش عايزين خم طبعا. ماشي. الحتت السمين دي انا هقسمها لك. لو الشيف اكرامي معانا دلوقتي يا جماعه، كان بصوا هيغرق هيحتاس. نبدا بقى التحدي بتاعنا كده ونقول بسم الله. ورجعنا لكم بقى بالتحدي بتاعنا. طبعا انا عامله في مقلب النهارده، مش هقول لكم عقاب، لان اللي هو العقاب باين يعني. العقاب بتاعه اللي انا حاطه هنا، انتوا عارفين اللحمه هنا انا عاملاها جملي على عجالي، وانتوا عارفين ان الجملي بتاخد تسويه كتير عن الايه، عن العجال. هو ده بقى العقاب بتاع، انتوا عارفين الجملي ايه بتشد. ف انا بقى هسيبه، مش هقول له نهين ايه جملي ونهين العجال، هسيبه بقى هو يختار براحته. تمام، انت بقى ايه، شوف انت عايز ايه. مفتريه مش حاجه جديده، هم عارفين ان انا مفتريه يعني، مش حاجه جديده يعني. فانا طبعا ما ببداش انا بالايه بالحاجات دي، انا ببدا بصيد الطعام وانتوا عارفين. المفتري عليه ربنا، عشان عارفه ان بقي تعبني وما اعرفش اكل الجملي. انا بقى ايه، تمام، انا هبدا بقى ايه، عارفة دي ام معتز شبه العرعورة اللي انا قايله لك عليها. دي كده شبه العرقوشة، انا بحبها جدا بقى، بس هي بتشبه العرعورة اللي انت عارفاها. فهي ايه، الله الله العظيم يا بنت ام معتز، تحفة تحفة. بسم الله العرعورة. ضرب واحد عجالي، هيقع ان شاء الله في الثانيه في الجمل. ده مصورهم. لا والله عرفتهم؟ مصورهم. طبعا انتوا عارفين بقى ان احنا في عيد، ان احنا كتيره يعني، عارفه احنا ايه؟ تمام، انتوا عارفين الباقي. اللهم صل على النبي. طبق الشوربه من هنا والشفا. طبق الشوربه؟ هاتني راح فين؟ حطت عليها ليمونه. احنا بنحب الشوربه عليها ليمونه. مين اللي بيحب الشوربه عليها بليمونه؟ بتدي طعم حلو يعني. طبعا دي القرقوشه ما تنفعش تتاكل بسندوتش، الحته الثانيه سمنه تعرف تتاكل. الحق اخوك يا حبيب اخوك. عملوا النهارده طبق سمين، هياكلوا وانت عارف الباقي بقى، احنا اتكلمنا فيها قبل كده، هتنام. وانت عارف الباقي، ما ينفعش نتكلم فيه كده. تتخلص مني. تعرفين يا جماعة الشيف إكرامي من الشخصيات اللي احنا بنعزها جدا، راجل محترم. فانا بقى اشوف ما اكل بقى وبعدين بقى نتكلم. لا انت هتعطلني، مش كفاية هو مش هينفع. اركن القرقوش على جنب، مش نافع. هات الشوربة.
خلي بالك احنا ايه قايلين اللي يخلص الشوربه الاول. لا انا هركنها على جنب هاكلها بس هركنها. هو خلي بالك واخد الطبق الصغير، انا معايا الطبق الكبير من الاول. انتوا عارفين كده، هم عارفين. مستقوية هو اللي هيغلب هياكل لحمة كتير؟ ها؟ اللي يغلب ياكل لحمة كتير ولا لا؟ ياكل من كله، يشطب الطباق دي كلها. هي كده كده متشطبة. كنت بتطلب الشيرين وتيجي تساعدك. هنتقابل ان شاء الله انا وانت يا شيرين. هبص بقى، بص بقى الحته دي، بصوا الحته دي عامله ازاي. عايزه بقى ايه اكل ونوم. لا انا كده لخبطتها، مش هتعرف تفرق الجمل. خلاص انا لخبطتها لخبطتها. انما لو حتى عملت بقى البدع نمنا. ابصر انا حظي في القراقيش دي النهارده، كل ما اكل حته الاقي فيها رقوشه حلوه. نعمه مفيش حته تعطل الدنيا. دي اللي كانت هتعطل دعواتك يا شيف. على فكره دي اللي كانت هتعطلني. عايزه بقى اقعد اعمل كده اهو كده اهو كده اهو. لا هتعطل، انا ما بحبش حاجه تعطلني. ربنا يسترها. فين النمونه بتاعك؟ لا فظيع، جايب قرن فلفل من جهنم الحمراء. لا العظيم الحته اللي انت خايف منها دي عشان في اكرامي، يعني بص تاكلها وربنا يسترها. سمعت كلام هنا وشيرين. مع اللقاء ان شاء الله. الجو حر جامد. دورها يا حجه بقى. لا احنا بنقول ايه في التحدي اللي ياكل لحمه اكتر، صح؟ صح. لان ايه العيد بيحب اللحمه كتير. قرقوشه ورد ولا قصر؟ والله قرقوشه بابا. انت عارفه انا حظي اكل قرقوشه النهارده. القرقوشه دي شرطبوني. لا رقوشة تاخد حتة وترجعها. رقوشة رقوشة، انا مش عايزة حاجة تعطلني. بصراحة المعدة مش جاية على الرز والفاصوليا المرة دي، هي جاية على اللحمة بس. بصراحة يعني عشان نكون صراحة مع بعض، هي مش جايبة، مش طالبة رز. هو الطبق زي ما هو، ودي حاجة تقول لك مش طالبة رز. مش طالبة رز خالص. انت
انتوا عارفين ان انا طب ما تاخد حته اللحمه يا دوبك تاخد منها هريه وتروح رميها، واحده هنا على المخلل واحده هنا مش عارف ايه. لا والنعمه عروش يا دوبك تلمسها وتروح رميها. هروش وانا هكملها اهي. بصوا كملي ايه بس يا شيخ؟ العروره مش عايزه. هي اللي انت عايزها كلها يا اخويا اهي اهي. والله دي مرقوشه. في الكلام بس، لكن بالفعل لا. اجيبك منين يا شيخ؟ بيقول لك انا ما اقدرش اكل الا السمين. اساسا العيد بيبقى كله اكل سمين. ربنا يسترها، ربنا يسترها، ربنا يسترها علينا ان شاء الله. خلي بالك اساسا طبقه بتاع الشوربه بحاله عشان تصنع. اهو اها خلصانه اهو. لا اهو اهو ده ولا ده؟ اهو. لا بصوا بصوا عايز يكبوا عايز يكبوا يا مجري يا مجري يا مفتري. بصوا اهو. لا والله العظيم ما اهو كبوا في طبقي. انا رحت جاي شفت وهو كبوا في طبقي عشان تعرفوا اللي انا اللي كسبته. عشان تعرفوا اللي انا كل مره بكسبه اهو اهو اهو. مش دعوه احنا قايلين الاساس الشوربه واللحمه. انا اكلت لحمه اكتر منه والشوربه كلتها هي اهي. انا اكلت لحمه الشوربه بتاعتها الطبق زي ما هو اهو. اعتبر انا اكلت طبق اللحمه اها ايوه حته وتروح جنبي اهي. طيب باكل الحته في السنينه منها كده. الفيديو بتاعنا النهارده هل بيعجبكم؟ أو يعني إيه؟ غيرتهم؟ وده بتاع الشوربة ده بتاعه مش كده؟ أهو. إن شاء الله التحدي الجاي في الضاني. عشان بص بقى الضاني بقى كله زحليق. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في إيه؟ في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش ينقذنا بقى. عايزين انا اقوم اقفل الفيديو. استنى اقفل الفيديو وارجع لكم تاني.